ينضم إلينا من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. يعني أحمد، بداية دعنا نتحدث عن الشأن الميداني جنوب لبنان تحديدا. يعني إطلاق جديد للصواريخ، ومساء أمس شهد عدد من الأحداث الأمنية استهدافات إسرائيلية تحديدا في مناطق جنوب لبنان. أفدنا بالمزيد من التفاصيل. نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل الأحداث في الدولة اللبنانية تجاوزت الجنوب بالأمس، وذلك بعد قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منطقة بعلبك في شرق لبنان بعدد من الغارات الجوية التي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والضحايا في هذه المنطقة التي كانت آمنة حتى قبل 26 من شهر فبراير الماضي، لأن هذه الغارة التي وقعت مساء أمس هي الثانية والاستهداف الثاني لمنطقة بعلبك منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية في 8 من شهر أكتوبر الماضي، كما أنها أيضا الاستهداف الثاني لهذه المنطقة تحديدا التي تبعد قرابة 100 كيلو متر عن الحدود اللبنانية الجنوبية منذ انتهاء حرب تموز عام 2006. وبالتالي هذا هو تطور نوعي كبير في العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي أو على الأراضي اللبنانية. وبالتالي كان هناك رد من حزب الله في وقت مبكر صباح اليوم، حيث أطلق عشرات الصواريخ باتجاه قاعدة عسكرية إسرائيلية في الشمال الإسرائيلي تبعد بمسافة كبيرة عن الحدود أيضا، وتم استهداف مراكز الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي في هذه القاعدة التي يتم استهدافها للمرة الثالثة على التوالي منذ مطلع العام الجاري. أيضا كانت هناك عملية تجاه موقع الراهب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وذلك ردا على الهجوم الكبير الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأمس في بعلبك. أيضا كان هناك قرابة 9 عمليات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد بلدات في أو موازية للشريط الحدودي في الجنوب اللبناني. وبالتالي كل هذه الأمور تقول أن وتيرة العمليات ووتيرة التصعيد مستمر، وأن ترتفع أيضا بشكل كبير جدا في الجنوب اللبناني، خصوصا مع تزايد هذه العمليات. الأنباء أو الشبه المؤكدة حتى الآن والتي حصلنا عليها من مصادر في محافظة بعلبك أن الاستهداف في بعلبك بالأمس ركز على 4 مناطق رئيسية لم يصلها الاستهداف الذي تم في 26 من شهر فبراير الماضي. وبالتالي هذه المناطق كانت عبارة عن مصانع وأيضا منازل مدنية، وبالتالي كان هناك سقوط لعدد من المدنيين شهداء جراء هذه الغارات الإسرائيلية. ربما أيضا وفقا للمعطيات الراهنة أن هناك عمليات أخرى للحزب ردا على هذه الاعتداءات في منطقة بعلبك، علما بأن منطقة بعلبك من أحد الأهم المعاقل الرئيسية لحزب الله في الدولة اللبنانية. فبالتالي وتيرة التصعيد على الجنوب اللبناني وعلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية متزايدة خلال الساعات الماضية، ومتوقع أكثر أنها تتزايد خلال الساعات المقبلة. يعني كيف ينعكس أو تنعكس هذه الأحداث على الشارع اللبناني أحمد؟ تنعكس بشكل كبير جدا على الشارع اللبناني. هناك أكثر من 100,000 نازح من الجنوب اللبناني جراء العمليات التي بدأت في 8 من شهر أكتوبر الماضي، وربما هذا العدد مرشح للارتفاع مع دخول مناطق أخرى لدوائر الاشتباكات ودوائر الاستهداف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي هناك أعداد كبيرة جدا من النازحين من الجنوب الذين يشكلون ضغطا على المناطق الأكثر أمنا مثل مدينة صيدا وأيضا العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق في الشمال اللبناني، وخصوصا أن أوجه الدعم وأوجه أيضا الحماية الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية الحكومة اللبنانية غير قادرة على تنفيذها بشكل كامل في ظل الظروف التي تمر بها الدولة اللبنانية، سواء من أزمتها السياسية في ظل الفراغ الرئاسي أو في أزماتها المالية والاقتصادية المركبة وانعكاساتها على الأوضاع الاجتماعية وهذه الأزمات المستمرة منذ أواخر عام 2019. فبالتالي كل هذه الأمور تشكل ضغطا كبيرا على الدولة اللبنانية، وتشكل ضغطا كبيرا أيضا على المجتمع اللبناني، كما تشكل أيضا ضغطا كبيرا على مرافق الدولة اللبنانية التي تعاني بالأساس من نقص شديد جراء الأزمات التي تعرضتها الدولة على مدار السنوات الماضية، والأهم أنها كمان تؤخر من خطط الإنقاذ والتعافي التي كانت تعتزم الدولة اللبنانية شروطها على مدار الفترة الماضية من أجل الخروج من هذه الأزمات. فهناك ضغط أو هذا الأمر يشكل
ضغط كبير على الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها، وخصوصا أن الدولة اللبنانية سبق وأن أعدت قبل قرابة 3 أشهر خطة للطوارئ للتعامل مع أي عدوان شامل على الأراضي اللبنانية. كانت هناك تهديدات إسرائيلية متكررة بإمكانية العدوان الشامل على الأراضي اللبنانية، فهذا الأمر يمثل كارثة بالنسبة للدولة أو الحكومة اللبنانية تحديدا. فكانت هناك خطة طوارئ لكيفية التعامل مع زيادة محتملة جراء هذا العدوان في أعداد المصابين أو استهداف لمنشآت حيوية في الدولة اللبنانية التي تعاني بالأساس من نقص الخدمات في هذه المنشآت. نعم، يعني هناك محاولة لتجنب أي تصعيد بطبيعة الحال. يعني أحمد، نعلم بأن هناك أيضا خطوط اتصالات دبلوماسية لمحاولة تجنب أن يحدث تصعيد في الجنوب اللبناني مع الاحتلال الإسرائيلي بطبيعة الحال. بالتالي يعني فيما يتعلق بهذه السياسة أو محاولة الالتزام إلى حد ما بمحاولة التوصل إلى تهدئة أو صيغة ما لمنع هذا التصعيد، يعني ما آخر التطورات بهذا الشأن أيضا؟ نعم، منذ بداية التوترات بالفعل كانت هناك أكثر من 20 زيارة لوفود دولية في محاولة منها لإحتواء التوتر في الجنوب اللبناني. كانت هناك وزير الخارجية الفرنسي زار لبنان أكثر من مرة، أيضا المبعوث الأمريكي مصطفى شاهين زار لبنان 3 مرات كان آخرها الأسبوع الماضي من أجل بحث سبل وقف إطلاق النار أو عودة الهدوء إلى الجنوب اللبناني مرة أخرى وإلى الحدود الإسرائيلية الشمالية. ولكن الزيارات جميعها باءت نتائجها بالفشل، نظرا لعدم أو لكون هذه المبادرات لا تحمل رؤية محددة للجنوب اللبناني الحديث، يرتكز فقط على الشمال الإسرائيلي وكيفية عودة المستوطنين إلى مناطق الشمال الإسرائيلي، مع الحديث عن التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006. هذا القرار الذي ينص على ضوابط وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، من بين هذه الضوابط هو الانسحاب الإسرائيلي من كافة البلدات المحتلة على طول الشريط الحدودي، وأيضا إخلاء منطقة الجنوب من السلاح الموجود في يد أي فصيل غير يد الدولة اللبنانية، مع حصر السلاح في هذه المنطقة في يد الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل التي تضم أكثر من 10,000 جندي من 47 دولة على مستوى العالم. فكافة هذه الجهود وكافة هذه الزيارات الهادفة لتطبيق القرار 1701 باءت جميعها بالفشل لكونها لا تحمل رؤية محددة لكيفية التنمية في الجنوب اللبناني. ربما المبادرة الأكثر جدية التي حملها بوشتاين الأسبوع الماضي، ولكنها أيضا لم تأتي بنتائج الآن. نعم، إذن يعني ننتظر جميعا النتائج وأن يعني يتم السيطرة على هذه الأحداث عمليا. أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب.